واقي الشمس الصبح بيبقى تقيل على قلب اصحاب البشره الجافه، خصوصا في الصيف وفي الحر ومع العرق، فما بالك اصحاب البشره الدهنيه. أوكي. هم اصلا بيعرقوا وبيحسوا انه في طبقه عازله وبيلزقوا، ودهونهم اصلا بتاعه بشرتهم اوريدي بتبقى عامله لهم حاجز، فبيبقوا متضايقين فمش قادرين كمان يحطوا واقي شمس. كويس. فايه واقي الشمس المناسب؟ احنا المفروض ننقي واقي الشمس. الاول بنختار البراند اللي هنستخدمه، الماركه اللي هنستخدمها. اوكي. ودي بترجع لاعتبارات كتير. بعدين بقى جوه نفس الماركه بيبقى في اكتر من منتج، يعني بتلاقي الماركه عامله منه فلويد او سائل، صحيح، وعامله جل وعامله كريم، صح، وعامله ميلك وعامله سبراي، يعني فاحنا لازم حسب البشره بنقي الفورم بتاعه او شكل السان سكرين. كريم ده بيتقلي اتقل حاجه، ده للبشره مناسب للبشره الجافه، للاطفال اكتر يعني. الكريمات في الاطفال بتبقى مستخدمه عشان يستقر اكتر يمكن على جلده، غير الستات او اللي حركتهم كتير او بيستخدموا مكياج، فبتبقى الحاجات الخفيفه. مظبوط. الفلويد بقى بيبقى للبشره الدهنيه، وده المفروض انه ما يعملش لمعه خالص، المفروض انه هي ما تحسش بيه، بس طبعا ممكن تحس بيه اول 10 دقائق ربع ساعه، وبعد كده الامور بتستقر بيمتص. بس مهم قوي اختيار، احنا طبعا الدكتور بيكتب، لما بنروح للدكتور بيكتب مثلا فلويد او كريم، او انما الصيدلي ممكن يصرف حاجه تانية. فخلي بالكم الحته دي برده، ما بقاش عنده الفلويد يقوم صارف، فدي برده لازم ويقول لها هو نفس الحاجه نفس بس ده كريم وده فلويد، فهي تاخد لا ما ينفعش. زائد استخدام بقى هو المشكله كمان ان السان سكرين لازم يعاد استخدامه اكتر من مره، لانه اثناء اليوم طبعا، طبعا لان هو 3 ساعات مفعوله بيروح و45 دقيقه جوه الميه، دي برده بتفوت من ناس كتير. في ناس تنزل البحر تقعد ساعتين ثلاثة، هو 45 دقيقة خلاص راح مفعوله. لو واحدة غسلت وشها ونشفته بفوطة راح السان سكرين، لازم تحطه تاني. صحيح. دي كلها حاجات، لأن الناس بتروح المصيف وترجع تيجي تقول لك يا دكتور السان سكرين ده ما عملش معايا ولا حاجة واسمريت. ما طبيعي. طب السان سكرين يحمي من الاسمرار ويحمي أكيد بطبيعة الحال من النمش ومن البقع، يحمي من أنواع تانية من الأمراض الجلدية زي الإكزيما مثلا؟ في الأولاد الصغيرين كلهم يرجعوا من الصيف ببقعة بيضة كده. صح. سموها النخالة البيضة. نخالة بيضة، إكزيما الصيف، أي مكان الاسم. بعد موسم الصيف يحمي برضو السان سكرين. بعد موسم الصيف، بس أنا هاخد آخر نقطة قلتها عشان دي مهمة جدا. بعد موسم الصيف العيادة بتتملي أمهات جايبين ولادهم قلقانين لا يكون عندهم بهاء عشان عندهم بقع بيضة في بشرتهم. تحصل لي كل سنة. ما يتعلمش، كل سنة أتخلع وتهلع وبقع البيضة.